صباحكم نور أعزائنا ومتابعينا على صفحة نورسات جوردان. منصبح عليكم أنا وأبونا جورج شرايحة اليوم في هذا الصباح المبارك، اليوم الثلاثاء والساعة 9:03، بس أعطينا المجال لترنيمة تعطي مجالها. طبعا نحن ببداية برنامجنا بنطلب البركة، ودائما نبدأ انهارنا في الصلاة والشكر لربنا اللي بيشرق علينا كل يوم بصباح جديد ونور جديد. وبنطلع نصبح عليكم في هذا البرنامج، نتحدث سوا، ندردش مع بعض. واليوم الحديث رح يكون شوي مختلف عن اللي احنا بنتعود عليه، هو جزء منه يعني ما بين اجتماعي سياسي على روحاني كمان. لكن الآن وإحنا في بنسرد معكم الموضوع عن الحضور المسيحي في الحياة العامة، ومنخصص اليوم موضوع عن السياسة، والسبب هو نجاحنا في الانتخابات النيابية وبمجلس نواب 19، وأيضا طلعنا بنخبة من النواب اللي بيمثلوا المقعد المسيحي في البرلمان، فرح نكون على لقاء معهم في هذا الصباح. وللحديث عن ماذا سينتج عن مسيرتهم البرلمانية خلال 4 سنوات القادمة، إيش البرنامج اللي حاطينه، الخطة اللي حاطينها، فبنتحدث معاهم. وإحنا كمان حابين كتير بحضوركم ومشاهدتكم ومتابعتكم. إذا في أي أسئلة أو استفسار رح يكون رقم الهاتف على الشاشة بعد قليل، رح يحطها ريمون وعأساس أنه نستقبل اتصالاتكم فما تترددوا. نحن في وضع وبائي، بدنا نحكي شوي عنه أبونا معلش قبل ما نبلش. نعم. في موضوع الحضور المسيحي، للأسف وصلت الحالات ل 5800 من حالات كورونا، في عدد كبير من الوفيات كمان في بسبب كورونا، فبدنا ندير بالنا أكتر. كورونا هلا صارت منتشرة عنا، بس أي ورقة يا ريمون هاي أصدق تفضلها. لكن بيطمننا دائما اللجان الأوبئة الصحية ووزير الصحة كمان إنه لازلنا مسيطرين على الوضع، وخاصة الإشغال المستشفيات إنه في يعني ما صار في إشغال 100%، لازلنا إحنا بنقدر نستوعب بالمستشفيات، وإن شاء الله ما حدا بيحتاج مستشفى لأنه صارت هلا العلاج بالبيت، والناس اللي بتتبع التعليمات اللي دائما بتنشرها وزارة الصحة أو لجان الأوبئة أو العيادات الخاصة، أو إحنا كمان كتير منشير دائما مسجات على الواتساب، بيوصلني كتير مسجات العناية الرعاية الأشياء الفيتامينز اللي بتقدر تاخدها، السخن، المشروبات الساخنة، بعض الأعشاب اللي بتفيد كمان، الفيتامين دي، واللي ما انصاب لسه، احنا لسه بنقول اللي ما انصاب لسه لأنه الظاهر مثل ما عم بيوصوا وزارة الصحة وهيك إنه الجميع رح يتعرض لهذا الفيروس، لكن بيعتمد الأجسام تعتمد حسب مناعتها إنها تقاوم هذا الفيروس. إحنا أهم إشي دائما أنا بشدد عليه إنه نبتعد عن التجمعات العامة اللي فيها أعداد كبيرة، نستعمل دائما الكمامة إذا كنا في تجمع كبير أكبر أكثر من 5 أشخاص. لماذا؟ دائما بيحكوا التجمع، طب إذا الفيروس بده يصيبنا هيك هيك لشو البعد الاجتماعي، لشو الكمامة، لا 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 لا. السبب هو عدم تعرضك لكمية كبيرة من فيروس كورونا، لأنه الجسم تا يقبل هذا الفيروس ويبني مناعته ويقاوم هذا الفيروس بالجسم، إذا أنت عرضته لكمية كبيرة من هذا الفيروس بصير في عنا شوك بالجسم، ما بيقدر يلحق يقاوم هاي الفيروسات اللي بتدخل، فتعرضك شوي شوي للفيروسات هيك الجسم تعطيه مجال إنه يدافع عن حاله ويبني جهاز مناعي ضده ويسيطر عليه.
فضروري جدا احنا الكل رح نتعرض لهذا الفيروس مثل فيروس الانفلونزا وفيروس الرشح. مين بتمر عليه شتويه ما برشح، ومين بتمر عليه شتويه ما بيصيب بانفلونزا، ما نخاف. اهم إشي حالتنا الصحيه النفسيه انه ما نخاف ولا نرتعب. اللي بيصيبنا بفيروس الكورونا عوارضه مثل عوارض الانفلونزا العاديه، وفي ناس كتير عم نسمعها انه ما في عوارض عم تظهر عليها، لكن نحن زي ما حكينا تشديد والتشدد بالالتزام الناس بوضع الكمامه هو لصحتهم ولا سلامتهم ولا مصلحتهم، عشان ما يتعرضوا لكميات كبيره من فيروس كورونا تدخل على جسمهم وما يقدر جهاز المناعة يسيطر عليه، لأنه في هذه الحالة راح تتطور وراح يسبب بالنهاية أنه ندخل لمستشفيات. ودخول المستشفى طبعا هون عملية شوية صعبة راح تكون على الشخص، لأنه بده ينحط على الأجهزة التنفس الصناعي، وهو بنفس الوقت دخول المستشفى يعني بصيب الواحد حالة نفسية صعبة. فمن اللي دخلوا مستشفى بقول لك كنت لوحدي وما حدا عندي غير هالنيرس تيجي مثل اللبس قناع تبعون الفضاء، هدول خايفة مني. وبعدين عدم زيارة الأهل وعدم زيارة الناس المقربين، فبتحس حالك لحالك إنك أنت مريض وبحاجة للعطف. وهلا الإنسان المريض دائما بحاجة للرعاية وللحنية وللعطف من خاصة من الناس القريبين منهم، بحس حاله بالوحدة في المستشفى. فأديروا بالكم على حالكم، توصلوا حالكم للمستشفيات فيكم باستعمال إشي بسيط، هي الكمامة للحفاظ عليكم. وموجود الكمامات هلا بكثرة في الصيدليات، عملت جولة على الصيدليات أشوف إنه هل موجودة للجميع الكمامات، موجودة وبكميات للي بده يشتري بكميات، وعم بيبيعوا حتى الكمامة بالحبة يعني، الصيدليات كتير عم بتبيع حبة حبة الكمية، بعرفش قديش بتوصل الكمامة إذا إلها فلتر ما إلها فلتر إلى آخره، أو إلها فانسي مش فانسي، بس هي الكمامة بحد ذاتها مش غالية، أظن نص دينار يمكن ربع دينار نص دينار أقل حتى لا الكمامة الوحبة 3 قروش و 4 قروش يعني بالقروش نعم صارت. لأنه العلبة كلها بأربع ليرات بتكون فيها 50 حبة. نعم نعم نعم. فندير بالنا على حالنا يعني، هذه وصاتنا نحن لكم من عبر شاشتنا عبر صفحتنا نورسات ببرنامجنا صباحكم نور، ليكون دايما يشرق علينا نور الرب نور محبة. ندير بالنا على بعض، نتفقد بعض كمان، لأنه فيروس كورونا خلانا نشعر مع الآخر، مع الإنسان المريض الإنسان المحتاج، خاصة وإحنا منمر بأوضاع اقتصادية كمان صعبة. فإنسانيتنا لازم تتضاعف الدبل وثلاث أضعاف كمان قد ما منقدر نساعد، لأنه العالم فعلا في معاناة. ونحن في الأردن ما ننتظر شو بدهم تساعدنا الحكومة، شو بدها تساعدنا الوزارة، شو بدها تساعدنا، شو بدهم يقدموا لنا، إحنا نساعد بعض بالمقدور علينا. إذا في حدا مش قادر يشتري كمامات نشتري له الكمامات، إذا أنا قادرة علبة كمامة لكمامات لأشخاص لعائلات مش قادرين، الهايجين كمان بدناش نعمل على دعاية للهايجين المواد المعقمة، برضو كمان نساعد الناس نشتري لهم إذا في مجال للمعقمات. وإحنا جايين كمان على شتاء والوضع الاقتصادي متردي كتير، هلا في جمعيات عم بتلم تبرعات وبتلم مساعدات، بيشتروا صبات، كم من جمعية أبونا بعتوا لك ونحن كم من رسائل كمان توصية وننشرها على صفحتنا كمان وعلى نوصلها للجروبات، عم تطلب إنه نشارك في مساعدات مثل صبات إحرامات مواد تموينية. زائد الموضوع الأخير اللي حابة إني أحكي فيه كمان، إنه هلأ موسم العيد الميلاد على الأبواب، نحن هلأ بالصوم الأربعيني للكنائس الأرثوذكسية للتحضير لعيد الميلاد. هذا العيد لعيد الميلاد رح يكون غير عن كل الأعياد اللي عشناها بحياتنا، يعني
نحن اللي بحياتنا الأرضية اللي عايشينها كل إنسان حسب عمره عيد الميلاد رح يكون غير أبونا. نعم بس ملاحظة دكتور، الصوم للجميع يعني مش بس للكنائس الأرثوذكسية والكاثوليك واللاتين يعني، بس اليوم اللاهوت الغربي شوي الصوم أخذ مفاهيم مختلفة عن القطاعة المعهودة، بس لكنه موجود يعني الصوم، موجود الصوم هو صوم الميلاد يعني اسمه صوم الميلاد. في كتير ملاحظات اجتنا على الصفحة بتقولنا إنه شو الصوم الأربعيني هذا لعيد الميلاد، ففي كنائس الأرثوذكسية متبعة هذا، لكن أنت بتحكي لي كمان الصوم الميلاد الأربعين بأخذوا فكرة إنه شيء ثاني. هلا الإنسان اللي حابب يصوم ويتحضر للميلاد ممكن ما يأخذهم 40 يوم، يأخذهم 9 أيام، يأخذهم 7 أيام أسبوع، يأخذهم أكم من يوم قبل الميلاد، بس حلو إنك تصوم علانية معينة يعني صوم وصلاة وصدقة تكون علانية أمنية عندك على تحقق غاية طلب وتصوم عليها للتحضير نفسك النفسي والروحي والجسدي للتحضير للميلاد، وأيضا تنظر لأخيك الإنسان القريب منك للمساعدة، وطبعا هذه بنقولها أعمال محبة. نحن في نورسا طبعا متعودين كل سنة نعمل بازار الرحمة، هذا البازار للسنة السادسة كمان. للأسف طبعا مع ما منقول للأسف، لكن ضمن الأوضاع الحالية طبعا اللي إحنا كمان نتبعها، لأنه إحنا ضمن هذا المجتمع بكل قوانينه وأنظمته والأحكام المترتبة عليه بدنا نلتزم طبعا لخيرنا وخير الإنسان، لكن بنفس الوقت بدناش ننسى هدول الأشخاص اللي إحنا منقوم من قيم البازار عشانهم ومنسمي اسم البازار بازار الرحمة. فهاي السنة رح يكون البازار غير، كمان رح يكون ضمن مواد نفس الأشخاص اللي دايما بيعرضوا منتجاتهم في البازار ضمن طاولات بيشتروها بكان، أو إحنا كمان كنا نعطي نخصص جزء كبير من الطاولات لأشخاص من إخوتنا اللي بحاجة إنهم عندهم أعمال يدوية بحاجة إنه يبيعوها حتى يأمنوا دعم لإلهم خلال فترة الميلاد. no. هاي السنة رح نعملهم في إنه يعطونا منتجاتهم يكونوا في سلة، وهي السلة رح تكون في مبلغ معين، رح نعرضها على صفحتنا على فيسبوك ضمن بازار الرحمة الافتراضي منسميه، أو الإلكتروني أو أونلاين شوبينج اللي بدكم إياه، يعني السوق الإلكتروني راح يتنعرض على صفحتنا مصورة، وكل إنسان حسب مقدرته مثلا راح تكون تسعيرة السلات ضمن فئات معينة حسب قدرة كل شخص حابب إنه يساهم منه. هاي الأشخاص اللي اشتغلت في خلال هاي السنة على أساس إنها تروج منتجاتها بالبازار إنه تبيع منتجاتها نشتريها منها من ويدبروا حالهم بهالمبلغ البسيط اللي راح يطلع من البيع هاي السلال، ونقدر نساعد العائلات الأخرى أيضا اللي إحنا ملتزمين معهم كل ملتزمين معهم كل سنة من بازار الرحمة. وأيضا نحن في صدد عمل هلا نحن مع شركة اتصالات معينة رح تكون، ما بنعرف لسه أي شركة رح تكون معنا، بس يا زين يا أورانج، ضمن رقم هاتف أو رقم مش هاتف، رح يكون رقم نبعث مسج ضمن هذا الرقم، أنت حسب مقدرتك تتبرع دينار من رصيدك لبرضو لغاية بازار الرحمة. حبينا نحكي أفكارنا بخصوص بازار الرحمة لأنه في ناس كتيرين عم بيسألونا عن بازار الرحمة وكيف رح يكون هاي السنة. فنتمنى الخير للجميع، عم نحاول قدر المستطاع نحن في نورسات نقدر نساعد نتواصل معاكم، خاصة إنه النشاطات هلا وقفت والبازارات وقفت، الحفلات الترنيم وقفت، نحن هلا بصدد كمان التعاون مع الجوقات الموجودة نعمل حفلات أونلاين رح تكون بث مباشر إن شاء الله، ولازلنا في ترتيبات مع هذه الجوقات لبرضو كمان ننشرها على صفحة نورسات مباشر، وطبعا صفحة نورسات الأردن بتابعها أكثر من 100 و... بدنا نقول 100 ألف، إحنا تجاوزنا 100 ألف 107
107,000، لكن معظمهم طبعا من الشعب اللي عندنا هون من البلد من الأردن وأيضا من دول مجاورة. فنتمنى الخير للجميع. طولنا عليكم بالحديث عن نشاطاتنا وإيش عم بيصير. هلا في بقول لك تابعكم من شيكاغو هينا ماجد النمري. أهلا وسهلا. طبعا بنصبي على كل أصدقائنا اللي انضموا لنا على الصفحة مباشر وأيضا اللي عملوا كومنتات وعم بيعلقوا. أليس عمش مسو ونادرة حداد علمات ورائدة بقاعين سامر غازي قعوار، أهلا يا سامر، مبروك للفائزين والوطن. وأيضا مي ميشيل حددين، صباحكم نور. وأمل السلمان ومها إيبف، وأمل السلمان طبعا كاتب كومنت، لو كل واحد مؤمن أنه جسده هيكل الروح القدس كان دبر أموره بالكمامة والتباعد وقلة الاختلاط. نادر علمات نتابعكم من أستراليا سيدني، فأهلا وسهلا فيكم. وسام الداود يسعد صباحكم أبونا. ماجد النمري زي ما حكينا من شيكاغو. وصدقة الفقير هي صلاة مقبولة إلى كل العالم. فعلا يا ماجدة نحن مبسوطين كتير إنه في عنا أصدقاء عم بيتابعونا من دول برا، من شيكاغو ومن أمريكا، مع إنه إحنا اليوم الصبح صباحا الوقت بيكون شوي متأخر، لكن مبسوطين كتير كتير فيكم ومتابعتكم. إن شاء الله كمان حلقتنا اليوم عن الحضور المسيحي في الحياة العامة وخاصة السياسي، وأيضا الحديث مع النواب اللي بانتظارنا في اتصالات هاتفية. وأبونا بدك هلا نبدأ ببركة ولا نبدأ في بركة ونبدأ صباحنا ونبدأ بالموضوع كمان. حط النيم يا الزكاة، ما بدك بلاش. موسيقى مرافقة، موسيقى مرافقة. تسلم تسلم. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أيها الثالوث القدوس الإله الواحد خالق كل ما في الوجود، إليك نصلي أن تحمي وتحفظ في حدق عينيك بلدنا الأردن ملكا وحكومة وشعبا، وتبعد عنه كل شدة ووباء، وتزيد من حكمة قيادته في شتى مجالات الحياة الخاصة والعامة، لا سيما أبنائك الذين يسطرون أروع فصول الخدمة في حقول الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وزراء ونواب وفعاليات شعبية ورجال أعمال. اللهم يا ملك الأرض والسماء، تحنن تحنن وتعطف على شعبك في كل مكان، حافظا أبنائك المؤمنين، قدس ونقي أفكارنا ونياتنا وأرواحنا لنسعى دوما نحو الخير، عاملين على الرجاء ساهرين. آمين آمين يا رب. اسلمت أمك يا أبونا على الصلاة الجميلة، واللي إن شاء الله كل المستمعين بينالوا هالبركة هذا الصباح، ونبدأ نهارنا هيك بتفاؤل و قال كل شيء إيجابي نشاط. بس الفحص تبع كورونا بدنا شيء إيجابي. الإشي الوحيد ما بدنا إياه إيجابي، الباقي كله إيجابي. وفي نكتة تانية كمان أبونا على موضوع الحالة النفسية للشخص، بقول لك إنه الدكتور طبيب نفسي بقول لك إنه عادي إنه إذا بتحكي مع الحياة بتحكي مع الطاولة بتحكي مع كرسي بتحكي مع حالك عادي، بس يعني الحالة بتكون مستدعية للتدخل إذا الحيط رد عليك. فهذه من النوادر، نوادر الحجر ونوادر الكورونا. فأبونا كتيرين عم يسألونا وقولنا يا جماعة الخير يا نورسات خليكم في الدين، نرجع نحكي خليكم في الدين، دخلتوا الدين بالسياسة ليش؟ لأن الحلقة الماضية كنا عم نحكي عن الحضور المسيحي في المجلس النواب، يعني لما بنحكي عن الحضور المسيحي
وتكلمنا كمان كما جاء في المخطط الرعوي عن الحضور المسيحي موجود في المخطط الرعوي، تكلمت عنه الكنيسة. نحن لما بنحكي عن الحضور المسيحي في عالم السياسة أو هو مش تدخل إحنا الدين في السياسة، بدناش نرجع للعصور الغابرة اللي كانت التدخل وكان بشكل سلبي، لكن نحن عم نحكي عن التدخل، ما هو كمان تدخل، مشاركة. نحن ما عم نقول نتدخل بالقوانين، نتدخل بالتشريعات، لا، هي مشاركة المسيحي في العمل السياسي، يكون له مثلا مقعد في النيابة، مجلس النواب، مقعد مسيحي اسمه. يعني هذا مش معناته تدخل، لما بنقول مقعد مسيحي في مجلس النواب مو تدخل الدين بالسياسة، لكن حضورنا نحن كمسيحيين في هذا البلد اللي احنا عايشين سوا مع بعض، مسلمين ومسيحيين. المسيحي في له متطلبات وله طلبات، فأولى أنه حتى المسيحي أنه يقدم هذه الطلبات أو هذه المشاركة ضمن بمجلس النواب لأنه يكون له صوت. لكن مع أنه كمان أبونا في كتير من نوابنا حتى المسلمين، يعني ما بدها تصير من نواب الوطن، كتير شاركوا ودافعوا عن كمان بعض الحقوق للمسيحية طبعا في هذا البلد، وكانوا كمان دفاعهم شرس لا تحصيل هذه الحقوق، فكان حتى دفاعهم أقوى من أنه المسيحي يطلب هاي المطالب لأنه صوته كان أعلى بقوة. لكن دائما إحنا منحس حالنا إحنا عددنا قليل، ما بدنا نقول أقلية، نحن عددنا قليل بهذا البلد، ما بنحكي أسبابه هلا، لكن عددنا قليل. لكن نكون مثل الملح في الطعام والخميرة في العجين، هي مش بالكترة. يعني دايما دايما بقول لك احنا صوتنا خافت لانه عددنا قليل واحنا اقلية ونحن لا طبعا ما مغلوب على امرنا واحنا لا. شو بدنا نسوي، شو بدنا نعمل فرق، لكن احنا في هذا البلد حقوقنا وواجباتنا متساوية، عطتنا حقوقنا ضمن الدستور وهذا حقك في هذا البلد تقدر تاخده. فتدخلنا نحن كنور سات نوعي الناس، نعطيهم فكرة عن النواب الجدد اللي عم بيمثلوا المقعد المسيحي في مجلس النواب. نعم، بعد ما صار بالمجلس هو نائب وطن قبل ما يكون كمان مقعد مسيحي، وبس بالتالي كمان أيضا مقعد مسيحي. فرح نتحدث عن معاهم، يعطونا خططهم وبرامجهم لهذه السنة، بس لكن بدنا هيك موجز أبونا نعم ضمن البابوات السابقين اللي حكوا في هذا المجال، وضمن الكهنة كمان المتمرسين بالعمل الدبلوماسي مثلا كيف بيحكموا السياسة مع الدين. تعطينا فكرة ما هي الإطار اللي حددته الكنيسة في التدخل بعالم السياسة؟ نعم، أول شيء بحب أحيي السادة المتابعين، أقول لهم مجددا صباحكم نور، بكم ومعكم يحلو الصباح ويحلو اللقاء بصحبة الدكتورة باسمة طبعا والسيد ريمون حتى يعطيكم العافية. رب تتعبوا تتجهز هاي الحلقة، بشوف قديش المجهود اللي بتبذلوه، يعطيكم العافية رب. وانت كمان يا أبونا كمان يسعد قلبك في وجودك كل صباح كل يوم ثلاثة كمان من الصبح الباكر للإطلالة على مشاهدينا وكمان للإفادة بمواضيع جمة، يعني الله يحفظك الله يحفظك من قدره. نعم ستي، الموضوع جدلي ومن آلاف السنين، يعني بدون مبالغة من زمان الموضوع جدلي، السياسة والدين. نعم، ونحكى فيه كثير، والبابا القديس يوحنا بولس الثاني حكى حرفيا بأحد الرسائل أنه لا يجوز أن تتخلى عن حقك في ممارسة أمورك السياسية من نوع من المشاركة في عمل الخير. يعني هي زي ما تفضلتي قبل قليل كل الكلام اللي تحدثتي بثني عليه وبأكد عليه. نعم، أنه فعلا هو يعني مشاركة مع الآخر، سواء مسيحي مسلم، حتى لو في درزي في أي بالضبط. نعم، يعني كل يعني من هنا أتى الدستور بالكوتا، ومن هنا أتت أنه احترام الآخر بغض النظر عن إحنا مواطنين جميعا، بغض النظر عن الدين أو
العقيدة أو الأمور نعم. الثانية. نعم. بداية بحب أوضح أنه الموضوع جدلي. نعم. يعني في ناس مع وفي ناس ضد، ولكن أنه تدخل الدين السياسي، ولكن على أرض الواقع يعني ما بنغطى الشمس ما بتتغطى بغربة. نعم. مثل ما بيحكون مثلا. فهناك رأي للكنيسة بالسياسة دائما يمثل قداسة الحبر الأعظم البابا فرانسيس والممثلين الدبلوماسيين لقداسته لحاضرة الفاتيكان المتواجدين حول العالم، يعني بأغلب دول العالم في سفارة، ولما بنحكي سفارة يعني سياسة. نعم. لما بنحكي دبلوماسيين بيكونوا كهنة وأساقفة. لذلك أنا ككاثوليكي ما بقبل أني أقول أنا ما إلي دخل بالسياسة وبغطي الشمس بغرباله وما بتدخل ولا بقوم بواجباتي السياسية، لأنه في النهاية أنا مواطن بحمل رقم وطني أردني، عند أي حاجز جيش بيعرف علي هذا الرقم الوطني، وجواز سفر المملكة الأردنية الهاشمية بحطه عراسي وبطلع بالطيارة وين ما بدي. نعم. لذلك ما بقول أنا ما إلي دخل بالسياسة، ما بعيش بكون متوحد، وهذه رسالة لناس من الكهنة يصطفيهم الله ويميزهم عن باقي الكهنة اللي بيعيشوا حياة العزلة. نعم. وأحنا ككهنة أبرشيين وخصوصا الكهنة المتزوجين أيضا في عنا سياسة بالبيت كمان بدك. نعم. في الفرعية وبالعالم، فهي السياسة من 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 من, من تعريف سياسي فن إدارة المؤسسات الدولة في النهاية وحقوق واجبات الناس. بس اللي ما حدا بكتبه ولا حدا بعرفه كثير دائما أنا بحب أستخدمه، إنه هي أتت من الموظف اللي بيخلي الخيل الهايجة تصير هاي سايس الخيل. نعم. هي وعلميا تفسر بعلم إدارة مؤسسات الدولة. طيب هلأ إذن الكنيسة واضحة في تعليم كتاب التعليم الكنيسة الكاثوليكية ورسائل البابوية والرسائل الأخيرة اللي تحدثنا عنها حلقة مفصلة بي بي بي. أهنا هذا كلياته وين اللي بهمنا دكتور؟ إحنا اللي بهمنا أنه فرحتنا بالنواب اللي نجحوا أنهم فعلا ملتزمين من نعم. الناحية الكنسية، وبنشوفهم بالقداديس وبنناولهم وبنعرفهم شخصي النواب المقعد المسيحي سواء في المحافظات أو في الدائرة الثالثة في عمان، ولما بسمعوا النور سات بدها تحكي معهم برحبوا بقدموا من وقتهم ومن جهدهم يكونوا معنا. النائب عن دائرة الثالثة عمر النبر والنائب الدكتور هاي العياش محافظة الزرقاء يعني كانوا سباقين في تقديم صوتنا، من كانوا مرشحين وهم بيلفوا على الناس وبيستنسبوا الآراء وبيسمعوا مطالب الشعب. عن جد إنه إحنا شايفين فيهم أمل، شايفين فيهم الرجاء إنهم فعلا نواب يوصلوا صوتنا حقوقنا اللي هي مصانة أوريدي، ولكن هي أحيانا بتطرأ في مواقف سياسية معينة، في شغلات بتصير بخدمتنا الرعوية بمؤسساتنا بمستشفيات، عندنا كنائس، عندنا دور أيتام، الكنيسة المحلية بالأردن الأرثوذكسية الكاثوليكية، الكنيسة البروتستانتية اللوثرية الأسقفية اللي بدك إياهم، كل كنائسنا اللي موجودين اليوم في عندها مؤسسات، وهي المؤسسات تحتاج زي مكتب نور سات مثلا بيحتاج لموافقات من الدولة من هيئة المرئي والمسموع، أحيانا بتصير في شغلة يعني هي ندير بالنا دائما. النائب مثل ما حكى الدكتور الأستاذ عفوا نبيل غيشان الحلقة الماضية، نعم. ما بتعمل واسطة وبتحدى القانون فيها، احنا نوابنا بدنا اياهم، مش ان احنا نطلب واسطة تعال عملنا هالشغلة هاي مش ضابطة تنعمل بدها واسطة تعال ادفشها، لا نوابنا احنا بدنا اياهم، هي في النهاية هم مش نواب خدمات، هذا مش مجلس بلدي، في النهاية هم هدول النواب هم سلطة تشريعية بالأول وبالأخير، سلطة تشريعية في قوانين بدها تمشي، في قانون عالق في مجلس النواب من سنين وإحنا بنعمل ندوات، وأنا آخر ندوة استضفت النائب السابق قيس زيادين والمحامي الفار يعقوب الفار. نعم. بالضبط، وحكينا موضوع حقوق المرأة. نعم. المرأة المسيحية اليوم في الأردن يعني ما بدي أحكيها كلمة قاسية، ولكن احنا كرجال دين بنشوف حق المرأة في الميراث اليوم المسيحية، احنا بنحكي بخصوصيتنا المسيحية، فيها إجحاف، ما نغطي الشمس مثل ما حكيت قبل قليل مثلا، في إجحاف اليوم مجلس النواب، احنا هاي القضية بدها تعاد إثارتها في مجلس النواب، هذا مطلب، هاي لا هي واسطة ولا هي إشي لا سمح الله برات القانون، هاي يعني مطالبنا لمجلس الشعب. في قوانين كثيرة كمان
أيضا بتخص مؤسساتنا بتخص الهيك. الحمد لله إنه القيادة بالأردن مثل ما تفضلتي قبل قليل ما معطي لنا كل حقوقنا ومؤسساتنا وشعائرنا الدينية تمارس بكل حرية. هلا في أشياء بعد ناقصة، مش ناقصة لأنه هي هيك، لا لأنه كمان يعني في دائما الحق لازم يكون وراء ايش مطالب. نعم. فاذا في حدا بيسعى بهالشيء احنا عم بنشوف القياده من اعلى الهرم من جلاله سيدنا الملك عبد الله الله يحفظه، يعني دائما داعم، دائما مبادر، دائما سباق في انه يشوف العالم كله هالدوله الصغيره بامكانياتها وبحجمها وبالجغرافيا. قديش امبارح بالمؤتمر سيدنا وهو على الاونلاين حكى حاجه الانسانيه اليوم للدعم والتعاضد مع بعض، حكى كلام يعني كثير كبير. نعم. لما يحكي جلالة سيدنا انه اليوم نحن متساويين، وباء كورونا خلى كل الأمم تشوفوا ايش حالكم علينا، يعني نعم. بمعنى ما تشوفوا انتم دولة عظمى واحنا كلنا زي بعض اليوم بمواجهة الوباء، بدنا نتعاون مع بعض اللقاح يوصل لغالبية العالم، لأنه اليوم الدول الغنية هي اللي راح تدفع كاش وتأخذ الدفعة الأولى والثانية. ومتى راح يوصل الدول إذا ما كانت الدول متقدمة داعمة للدول النامية، الدول العالم الثالث تدعم بفلوس تدفع لنا مش راح نقدر احنا إمكانياتنا المادية للدول العالم الثالث نعم. يوصلها بدون دعم. فهذا كله شايفه أنا بفايلات وبالشنطة النواب فايتين كل واحد منهم اللي حكى بدعايته الانتخابية ومشروع الانتخابي، اليوم حاطهم بهالشنطة وفايت فيهم على مجلس الشعب قريبا بحلفوا اليمين ببدأ عملهم. نعم صحيح، لذلك لازم نسمعهم اليوم ونبارك لهم أول إشي دكتورة. طبعا نعم طبعا أكيد أبونا، نحن كنا نتمنى أنه يكون معنا أكبر عدد يعني من النواب اللي فازوا في الانتخابات، لكن طبعا الوقت بحشرنا وإن شاء الله في مقابلات تانية كمان بنستضيفهم وبنحكي معاهم. لكن اليوم حصلنا النائب سعادة النائب عمر النبر اللي فاز عن الدائرة الثالثة، وكمان سعادة النائب الدكتور هاي العياش عن المقعد المسيحي في الزرقاء. وطبعا احنا بنتمنى انه كمان انه نضلنا على تواصل مع نوابنا اللي كانوا معنا في الدورة الماضية وما كمان قصروا بوجودهم معنا، وقفتهم معنا مثل قيس زيدين وهيثم زيدين برضو جدد. كمان جدد اللقاء، لكن اليوم في عنده ما بعرف عنده مواعيد، كان بنقدر اذا تم الاتصال مع حصلنا الخط. وأيضا كمان في عنا أشخاص ساعدونا خلال الفترة الماضية والدورات الماضية ورجعوا فازوا بالمقاعد النيابية مثل ضرار الدود كمان. نعم كمان. وأيضا مين عنا كمان رائد سميرات من الفحيص، وضرار داود من الفحيص البلقاء. مقعدين أخذوا عنا كمان بالكرك. نعم. هيثام و دكتور مدنات. نعم. وعنا في الزرقاء زي ما تفضلت. وين في كمان عنا احنا 8 نواب طلعوا على البرلمان. 8 ولا 9 قلنا؟ 8 شمال 2 في عجلون وإربد، والجنوب 2 والفحيص 2 وعمان هي 7 عمان. نعم. 7 8 مع الزرقاء. نعم. 8 هذول. نعم. مزبوط. مفرق ما فيها بنتمنى يطالبوا مقعد للمفرق كمان في مسيحية، لكن بيجوز يا أبونا هلا إنه نطالب إنه بعمان يكون مقعدين للمسيحية، يعني مش معقول إنه عمان فيها عدد أكبر عدد من بس بنخاف يأخذوا من 9 9 نواب. نعم 9 مقعدين يكونوا للمسيحية في عمان، بس ما يأخذوا من محل ثاني خفض المسيحية يعني فيه. منزيدهم. مادبا نسينا مادبا. مادبا. هذا التاسع. تسعة. هذا مادبا. نعم. مادبا طلع عنا مجد اليعقوب. نعم. 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 مزبوط. نتمنى لهم طبعا كل الخير من ألف مبروك للجميع للي فازوا، وأيضا نوابنا اللي بمجلس النواب 19 كمان منقولهم مبروك للي فاز واستحق هذا المنصب. فقبل ما نقوم بالاتصال مع سعادة النائب عمر النبر، نعم،
فهذا مطلب كمان تاني إنه يكون مجلس النواب القادم مقعدين لعمان إن شاء الله. إن شاء الله. لأنه تستوعب عمان. ما شاء الله في عدد أكبر أكبر مكان يمكن. نعم خاصة مع تعدد الكنائس يعني عندك الكنائس الأرثوذكسية صفة كل نائب على حسب الكنيسة. بس زي لبنان زي لبنان. ده ما بدنا نقسمها يعني نحن بس لكن يحتاج الواحد إنه بعمان يكون في مقعدين. نعم إن شاء الله. لا خدمة عمان. أبونا في قبل ما ناخد الاتصال كمان نحن منحب كمان ناخد من الكتب والدراسات التي قامت فيها الكنيسة بخصوص موضوع الحضور المسيحي كمان في الحياة العامة. هذا المخطط اللي اشتغلت عليه الكنيسة طبعا بكل الكنائس الكاثوليكية تتحكي عن الحضور المسيحي في الحياة العامة. في هون مقطع بيقول لك بالشؤون مع انه احنا الاسبوع الماضي حكينا في الشؤون الروحيه والزمنيه لكن من اجل الانسان لا يلتزم المسيحيون في المجتمع من اجل منفعه ذاتيه بل يتوخون خير الانسان الذي يقول عنه البابا يوحنا بولس الثاني انه طريق الكنيسه والانسان المعني هو بالضبط انسان بلادنا في اماله وطموحاته وصعوباته وتعثراته حيث انه هو الانسان الذي نعلن تضامننا معه لانه جزء من انسانيتنا وعمقنا الحضاري وبيئه دعوتنا ورسالتنا. يعني جميل جدا ما قال البابا يوحنا بولس الثاني بخصوص الحضور المسيحي في الحياة العامة والسياسي منها. وفي ظروفنا الواقعية ليست هذه الرؤية الإيمانية مجردة بل رؤية تتوجه إلى جماعة مسيحية واقعية تعيش في مجتمع واقعي وفي ظروف تاريخية معينة بينما نسعى إلى تطوير صيغة حضور في مجتمعاتنا لا نستطيع إلا أن نأخذ هذه الظروف بعين الاعتبار كي يكون التزامنا استجابة لوضع واقعي. لا نستطيع مثلا أن ننسى أننا أقلية دينية وقد طور بطاركة الشرق الكاثوليك صيغة حضور تنطلق من هذا الواقع حضور الملح والنور والخميرة. كما لا ننسى أننا نعيش في مجتمع غير مستقر يعيش منعطفا تاريخيا صعبا ولا ننسى أيضا أننا كالكنائس تعيش في انقسامات لا نستطيع التغاضي عنها وأننا في علاقة بديانات أخرى وهذا ما يدعونا إلى التفكير الدائم من منطلق إيماننا من جهة ومن منطلق ظروفنا الواقعية من جهة أخرى بحثا عن صيغة حضور تنسجم مع إيماننا وواقعنا في مختلف مجالات الحياة العامة كالسياسة والاقتصاد والثقافة والحياة الاجتماعية. إن العولمة التي تسوي كل شيء يجب ألا تنسينا خصوصيات مجتمعنا وواقعه كي نحدد التزامنا المسيحي ضمن هذا المجتمع وطموحاته واحتياجاته. نعم كلام قوي يعني ويمكن كتب زمان الكلام ولكنه مناسب يعني لكل الأوقات لأنه خصوصية منطقتنا الشرق الأوسط من عشرات السنين وهي تعيش هذه الصراعات ولكن تتنقل من مكان لمكان ولكن الأرض الفلسطينية من قديش 70 سنة 80 سنة صاروا قديش 48 لليوم وما زال الكلام يعني بحسه لليوم مناسب إن نحكي فيه بحضورنا المسيحي للأسف لأنه عم بقل بنسبة عالية جدا مقاس مع كل 10 سنوات قدام عم أسباب زي ما تفضلتي مدناش نحكي فيها كثير بس هي أغلبها اقتصادية والحروب اللي صارت في سوريا والعراق أيضا وفلسطين هي اللي هجرت يعني بنقول الملايين للأسف الملايين المسيحيين طلعوا من الشرق الأوسط فهذا جرح في مؤلم بكف الحضور المسيحي نعم ولكن البقية الباقية اللي بعدنا صامدين نحتاج دائما لهذا الدعم السياسي والدعم الاقتصادي عشان زي ما تفضلتي الواحد لو بكمامي لو بمعوني لو هي معاضدة مع بعض شيلوا مع بعض بإيد واحدة بتخف. نعم. أبونا مظبوط نعيش نحن كمسيحيين ما أن لأنه عددنا قليل أنه نعيش بعزلة في هذا الوطن اللي إحنا هذا وطننا يعني هذا طبعا. غير مقبول أنه نعيش في عزلة نحن جزء من هذا الوطن وزي ما قال جلالة الملك حسين مغفور له المسيحية هو الصمغ الاستقرار
المسيحيين بهاي البلاد صمغ هي ذي أرض الاستقرار وتماسك مجتمعاتنا is the glue يعني مثلا الكريستيانز ار ذا جلو. فنحن ما بنطول على سعاده النائب هاي العياش معنا على الخط. صباحك نور. اسعد الله صباحكم. اهلا وسهلا دكتور. نشكر الله. اهلا وسهلا. نحب نبارك لك. صباحك نور دكتور. الف الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. شكرا لكم دكتور. هاي بنفتخر فيك دكتور بمعزتك وصداقتك كابن روحي لكنيستنا وين ما كنت في عمان او بالزرقاء. الله يخليك. تسلم تسلم كلك زوج وشكرا لكم على مبادرتكم بالتهنئة وربنا يبارك ويعطيكم الصحة وربنا يحفظ بلدنا ومليكنا. أمين يا رب. أمين العالمين. أمين دكتور. سعادتك أنا حضرت لك مقابلات على الفيسبوك قبل ما أطلع معك وحسيت منك أنك روح المحبة والمشاركة الاجتماعية دايما معروف فيها أنت. وأنت بلشت العمل تنخرط في العمل السياسي من 2010 ولكن عندك انت من 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 قبل عندك بدايات الانخراط في العمل النقابي والمشاركه في العمل العام. المقر الاول كان العياده يعني. نعم. المقر الانتخابي الاول. لكن ايضا معروف الزرقاء بالمجتمع يعني عايش معاهم بمشاركهم مسلمين ومسيحيه بكل الاطياف عم نحكي. نعم. فقد ايه مهم دكتور قد ايه مهم انه النائب لما بينزل كمان عن مجلس النواب هلا عم نحكي كمسيحي وانت نائب وطن بالنهايه قد ايه مهم انك انت بتمثل دائرتك بالزرقاء انك تكون ضمن هذه الدائره عارف بمكوناتها من خلال معايشتك خلال عيشك معاهم نشأتك معاهم قد ايه مهم. النائب الناجح هو اللي بيكون على علاقة واسعة متسعة مع قواعد الشعبية مختلف أطيافها من إخواننا المسلمين والمسيحيين لأنه نحن نتقدم كنواب للطوائف المسيحية ككوتات ولكن نحن نواب وطن فيما بعد. والنائب اللي ما إله على قواعد شعبية ما بيستطيع الحصول على المقعد. وأنا إلي منخرط أنا خرجت جامعة أثينا اليونان 89 92 لغاية الآن وأنا بالعمل النقابي والعمل الاجتماعي. نعم. ونشكر ربنا الله أعطاني معطيني القدرة على التواصل الاجتماعي مع مختلف مكونات مجتمعنا الأردني الطيب. نعم. لذلك حرصت على أعلى الأصوات في محافظة الزرقاء يعني وتنافسنا على المقعد مع حزب كبير. نعم. اللي هو حزب جبهة العمل الإسلامي التعرفي. نعم. ولولا في لولا العلاقة الواسعة مع مختلف أطياف أبناء وبنات الزرقاء اللي بكن لهم كل الاحترام والتقدير اللي أعطوني ثقتهم أكيد ما كنا بنقدر نتغلب على ال... نعم. سعادتك قد ايه مهم الحضور المسيحي لما بنقول نحن تطرقنا الفترة هذه للحديث عن مجلس النيابة والانتخابات لأنه دائما مطروح إنه يا نورسات أو يا كنيسة ليش تتدخلوا بالسياسة وصرتوا تحكوا بالمجلس والنواب. عم نحكي إنه انخراط المسيحي في العمل السياسي وأيضا حضور المسيحي برضه في الحياة العامة سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي فما يمنع إنه يكون كمان سياسي حضوره المسيحي. فما إيش بتحكي سعادتك بخصوص الذي بيقول لك إنه أنا كمسيحي وأقلية في هذا البلد ما بقدر أتدخل بالسياسة بخاف؟ لا أنا بخالفك أخت بس ما إحنا مش إحنا مزبوط عددنا قليل في المملكة الأردنية الهاشمية. نعم. ولكن إحنا مكون رئيسي من مكونات المجتمع الأردني. نعم. وإلنا بصماتنا المسيحيين من جذورنا متأسس في هذه المملكة والراعي الرئيسي لوجودنا لداعمنا القيادة الهاشمية منذ تأسيس المملكة. والعمل السياسي لأبناء الطوائف المسيحية جزء لا يتجزأ من عملهم. أنت انتماءك للمجتمع يعني أنك انخراطك في كافة مجالات المجتمع وهذا. نعم. لا أنا 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 بعتقد إنه الوزراء والعيان وكافة المسؤولين اللي تبوأوا مناصب من القيادات المسيحية كانت على قدر المسؤولية وهذا بيعني إنه إحنا المسيحيين الجزء الذي لا يتجزأ من منظومة المجتمع الأردني الطيب ننخرط في كافة مجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. نعم فعلا يعني
كلامك سعادتك. نحن يعني عكسنا التعليقات اللي انحكت عن نورسات ليش بتحكوا في الانتخابات، فعكسنا انه كمان كانت هاي بعض التعليقات انه ليش دخلتونا في السياسة يا نورسات، خليكم بالكنيسة والصلاة والصلوات. لكن احنا من ضمن شواهد، هذا واجبكم الاعلامي هذا واجبكم الاعلامي واللي تشكروا عليه، انه نحث الناس على المشاركه السياسيه، حث المسيحيين في مملكتنا الحبيبه على المشاركه في الحياه السياسيه والاقتصاديه، لانه احنا حكيت لك جزء لا يتجزا، ولا يجوز انه ننفرد نحكي اقليه ونقعد لحالنا، احنا مجتمع متكامل نكمل بعض البعض طبعا. ونعيش مع بعضنا البعض ولا نتعايش، نحن نعيش مع بعضنا البعض. نعم فعلا سعادتك. ابونا عندك سؤال لسعادته. نعم. سعاده النائب الدكتور هايل العياش، ماذا تحمل في حقيبتك في اول يوم راح تتوجه فيه الى مجلس النواب؟ الطموح والامل المعقوده كثيره. نعم. امل التعاون بين السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه. نعم. وسنكون مساندين لهذه للسلطة التنفيذية في أن نكون مخلصين لوطننا ومليكنا، في أن نعمل من أجل مصلحة المواطنين ونحافظ على حقوقهم ونعمل من أجل تعزيز التشريعات الناظمة للحياة السياسية في الأردنية في الأردن حتى تكتمل مسيرة الإصلاح الذي قادها جلالة الملك. نعم سعادتك ما تنسوا النسوان في المجلس النواب، حقوقهن شوي مهضومه. احنا صرنا نطالب بالمساواه على العام، احنا صرنا نطالب بالمساواه حاليا. فكرك يعني بدنا في قروش في العمله. اكيد اكيد المراه، انا بحكي مش نصف المجتمع، هي كل المجتمع، لان هي الام والاخت والمربيه. نعم حلو رايك في المراه. دكتور ما رأيك في رسالة نورسات في الأردن؟ اللي بيحكوا لك إنه الدكتورة باسمة عملت نورسات هلا أردنية، فأنت كيف ترى نورسات وأدائها في المجتمع الأردني وأهمية رسالتها كمان الإعلامية؟ كيف بتشوفها أنت سعادتك؟ للأمانة رسالة إيجابية تنقل الصوت المسيحي بحيادية وتنقله بإيمان وبإخلاص، وبالعكس أنا من المشجعين لنورسات الأردن أن تبقى وتستمر في مسيرتها لإيصال رسالتنا المسيحية، رسالة المحبة والسلام الممدودة للجميع. شهادة نعتز فيها. الله يسعدك دكتور، يعني فعلا شهادة، ونحن نتمنى دائما التواصل معك في المستقبل إن شاء الله القريب، ونستضيفك في برامج أخرى إن شاء الله بعد يعني عقد المجلس النواب. إحنا عم نحكي هلا قريبا إن شاء الله بتكون افتتاحة الجلسة. نعم طبعا مع ظروف كورونا رح يكون الوضع مختلف، دائما نحضر الافتتاح نحن وخطاب جلالة الملك، لكن السنة هذه ما بعرف كيف رح تكون. ممكن تخبرنا أنت كيف رح يكون؟ أونلاين ولا بس رح تكونوا أنتم مجتمعين؟ لا رح نكون مجتمعين تحت قبة البرلمان إن شاء الله، ولكن على ما أعتقد لن يكون حضور شعبي. نعم أكيد. فقط سيقتصر على ما سمعت وليس معلومة مؤكدة، النواب والعيان والوزراء وجلال سيدنا يلقي خطاب العرش، في تباعد سيكون تباعد بين الكل حتى صحة المواطنين وصحتنا ثم صحة المواطنين، لأنه هذا بنقل رسالة على مدى التزامنا نحن في تطبيق القوانين ينعكس على الآخرين. نعم أكيد أنتم قدوة. دكتور نحن سعيدين كثير بالحديث معك هذا الصباح، وإن شاء الله لنا حديث آخر كمان معك بيكون، وأيضا إذا في كمان لقاءات مستقبلية نتمنى أنه كمان تشاركنا فيها. نتمنى لك كل التوفيق في رسالتك وفي مهمتك تحت قبة البرلمان، وأيضا كمان نتمنى لك حياة، ربنا يعطيك الصحة والقوة وتضلك معنا بهالرسالة والخدمة. آمين يا رب. أكيد أخت باسمة، وأنا إيدي ممدودة لك ولكل مواطنينا حتى نقدم أفضل ما نملك لرسالتنا الإنسانية أولا، ثم محبتنا للآخرين، وأن نعمل من أجل مصلحة مشتركة مع الجميع. ورسالتكم في نورسات أنا أي شيء بقدر أستطيع أقدم لكم إياه لإذاعتكم من خلال أي حمل أي رسالة تحت قبة البرلمان، لندعم ونساعد في أي شيء تستطيع
تريدونه أنا جاهز أن أكون حامل هذا الملف. إن شاء الله إن شاء الله دكتور. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا لك دكتور. نهارك سعيد وصباحك نور. شكرا لكم وتحياتنا وربنا يبارك حياتك ويبارك حياة الكل وربنا يحفظ بلادنا ومليكنا. آمين يا رب. شكرا لك. شكرا دكتور. شكرا دكتور. شكرا شكرا تحياتي للجميع. شكرا. هلا دكتور. جميل ما تحدث فيه الدكتور هايل عياش وهو نائب في البرلمان عن مدينة الزرقاء وأيضا المقعد المسيحي وبالتالي هو نائب وطن يعني لكل الأردن راح يكون مش إنه بس عن الزرقاء لكن هو بياخذ معظم أصوات الموجودة في الزرقاء كونه هو من الزرقاء فكلامه جميل وبنم عن شخصية طيبة نعم أكيد. بتحس انه شخصيه طيبه داخليا وانسانيا بعتقد ابونا عاده بيكون هاي الانسانيه في الدكاتره طبعا يعني لانه فيها حنيه ما هي حتى النيرس بيحكوا عنهم ملائكه الرحمه يعني نعم. شوفي قديش تشبيه عظيم ملائكه يعني ملائكة فالاطباء نعم. طبعا عندهم هالحس العاطفي اللي لانهم يعني بيعالجوا بيصلحوا بجسم الانسان تخيل الواحد لما بيصلح بموبايل ولا بسياره ولا شغل قديش بيكون مركز وقديش بيكون عقليا بيشتغل في مصنع في مشروع بشغله لما يكون منتج مصنع ما تخيل هذا بيشتغل بالانسان يعني نعم يعني نعم. بني آدم بيكون بين إيدين وأماني وبقسمه بالنهاية لما بينه دراستهم بقسمه كمان قسم طبي ففعلا غالبا بتكون فيهم هالحنية هاي أولاد كنيسي بالنهاية أولادنا ويعني من عائلات المسيحية اللي بنفتخر فيها يعني النهاية هو عاش بالزرقاء ويمثلها اليوم ولكن هو من شطنة يعني نعم. عائلة عياش معروفة من هالمطران ياسر عياش نعم. الله يحفظه نعم. نوجه له التحية اليوم بالقدس فيعني لما بنفرح صراحة نطلع الابتسامة على وجهك دكتور لما حكينا معه يعني بتحس زي ما تفضلتي هاي الطيبة هاي بتحسسنا بالأمان إنه من يمثلنا اليوم الحمد لله لأن طلعنا من بيوتنا ولأن ما بدي أقول غامرنا يعني ولكن لأن ضحينا لما طلعنا من بيوتنا وصوتنا على هذول النواب فيعني هذا قديش بيكون يعني بيعطينا أمان بيعطينا يعني هاي التبادلية هاي العلاقة اللي دائما الكنيسة بتحكي عنها المشاركة شو يعني المشاركة يعني ما في واحد بيمسك من أربع جهات يعني دائما نتذكر المشلول المخلع اللي حملوا أربع جهات نعم. فدائما هاي يعني في كثير من معجزات يسوع انه الشخص لم يكن قادر على انه يوصل ليسوع كان بيحتاج اشخاص ثانيين يوصلوا ليسوع يحملوه ليسوع فقديش احنا بنقدر نحمل يسوع اليوم مع بعضنا البعض يسوع اللي حكى عن حاله انا كنت تعبان كنت مريض كنت مسجون ايمتى يا رب انت انا لكل واحد من هؤلاء الضعفاء الضعف فينا كلياتنا ما نحكي انه العوز المادي هو الذي يجعل من الانسان ضعيف لا الضعف هو موجود في كل بني آدم موجود في هذا الضعف في ناس عنده الضعف بصحته في ناس عنده بماله ما عندوش مصاري اذا يركز على المصطلح الاخلاقي لما بنحكي الفقر هو فقير الحكمة هذا المسكين اللي بيحزن وضعه أكبر أنواع الضعف هو لما يكون فقير بالعقل فقير آسف على التعبير بأخلاقه أما الغنى هو غنى متنوع جزء واحد منه الغنى المادي أما الغنى فهو غنى الجمال غنى الأخلاق غنى يعني فيه متنوعة بأولاده برزقته بحواليه مش كل شيء هو غنى مادي فيه أيضا هناك الأمور المعنوية الأدبية الأخلاقية هي اللي أحيانا بتجذب كل العالم دايما بنحكي بقدوتنا بالكهنوت من الناحية الروحية لما نقول إنه قرية صغيرة في محافظة مادبة تبعد عن عمان قديش كيلو الناس تتعنى وبتطلع فيها مشان تروح تشوف أبونا توما اليوم تشوف أبونا اللي موجود حاليا بعد ما سافر أبونا توما ما زال هذا الدير في الصحراء منارة بيجذب هالعالم فيتوق الإنسان إلى راحة أي إنسان حتى الإنسان اللي بعمل الشر في داخله هو مش مرتاح يتوق إلى هذا السلام لن يعيش الإنسان السلام إلا إذا حس دكتور حاله شريك في عمل الخير
لما بعمل شر ولما بنقل كلام البطال ولما بعمل نميمي ولما بعمل فتني هو بيكون في حالة تعب نفسي من الداخل. ولكن الإنسان اللي بيعيش السلام هو الإنسان الساعي إلى الخير. ما في مجال يعني هاي مش فرضية. نعم. هاي نظرية أساسية بده يبني عليها الإنسان علاقاته الاجتماعية. كيف أستطيع أن أنام بالليل وأنا ضميري مشوش حالي في 100,000 مشكلة؟ لازم الواحد هو يعيش السلام الداخلي. والمفتاح السحري إذا جاز التعبير لعيش السلام هو عمل الخير. ما في يعني ما في مجال الإنسان وعمل الخير بكلمة. يعني ياما اثنين متخاصمين يجيك يحكي كلمة بحق الشخص الغايب انه هو بحبك وبعزك، اي مشكلة بين زوجين اثنين يحلها بها، هذا كله عمل خير. مش كله عمل خير بس المادي، يعني المادي جزء مهم منه، وخصوصا زي ما بتفضلت قبل قليل اللي قادر انه يساعد. واحنا بنعرف انه قادر انه يساعد من خلال مؤسساته من خلال شركاته من خلال شغله. هذول الاشخاص اللي دائما كل قداس دكتورة بنصليهم لاجل المحسنين الى هذا البيت المقدس، المحسنين الى نورسات، المحسنين الى العمل اللي مثل ما تفضل الدكتور هاي قبل قليل ان هاي رسالتنا الاعلاميه. نعم. كمان يا ما حضرنا مع حضرتك مؤتمرات وسافرنا واجينا ورحنا، واحنا بنحكي عن هذا الحضور، مؤتمرات عنوانها العريض الحضور المسيحي. فاليوم ما بغطي انا على الشمس، لا استطيع، الشمس كبيره ما بغطيها انا اليوم. اليوم بدنا نعمل، ما بدنا نتخبى زي ما تفضل الدكتور قبل قليل قال. احنا مش انعزاليين، ورفض رفضا قاطعا كل كلام يقال انه لا انتم شو دخلكم بالسياسة وانتم. بالعكس احنا شجعنا لما احنا انتخبنا ولما احنا نادينا الناس واحنا حكينا انه حقك الانتخاب، واليوم هيو حقنا وصلنا اشخاص مميزين مثل هذول اولادنا اليوم اللي بالمجلس. يعني هذا إشي مفخرة، إشي إنه نعم. هذا هاي من علامات الحياة الديمقراطية، الدولة المدنية اللي بتعطي حقوقها، اللي فيها التبادل، العلاقة التبادلية مع الحقوق والواجبات مع بعضها البعض، تناغم الدولي. نعم. هذا الجمال المملكة الأردنية الهاشمية بقيادتها بتميزنا في منطقة شايفين دكتورة ملتهبة. نعم. من كل الجهات. إحنا بالنص، من كل الجهات في حرب، من كل الجهات في صواريخ بتطلع منها، ونحن على حدود شريط حدودي مع دولة. يعني هسه بزعلوا إذا بقول دولة عن إسرائيل، ولكن هي اليوم موجودة، إحنا منطالب بدولتين. فهذا الأزمة السياسية اللي حكى عنها السينودوس لكتاب نعم المحاضرتك. نعم. يعني هاي الحضور المسيحي أيضا بالأرض المقدسة. يعني إحنا اليوم نقول نورسات الأردن والأراضي المقدسة، لأنه يعني مندوبين المكتب موجودين هنا وهون. وتاليا عم نشرت الأردن في أسبوع اللي بتطلع كل يوم. طب هاي ما تعكس مرآة للناس اللي قاعدين بكل المحافظات اللي مش عارفين شو بصير أحداث فلسطين. أنا من الناس بكون قاعد في بيتي إذا ما بحضر نشرة الأخبار يوم الجمعة، بستنى فيها أشوف الأمور اللي بتصير حوالينا. المندوبة من فلسطين بتجيب الأخبار، الكنائس بيت لحم والكنائس بالأراضي الفلسطينية، فلسطين التاريخية 48 حيفا ويافا والناصرة خصوصا، محافظاتنا بالكرك بسماكية بحمود بشطنة بالمفرق بكل بمادبة. يعني هاي كلها بتنقول لك يا تخيلي ساعة النشرة هي ولا نعم يعني تخيلي. طب هاي مش رسالة بتستحق الدعم؟ نعم. مش هاي رسالة اليوم كل إنسان ضميره حي مؤمن بتناول الجسد ودم يسوع المسيح، مش عنده مسؤولية أخلاقية تجاه هذا الصوت اللي قاعد كل هالمجهود، كل هالخلية النحل لما بفوت أنا بسميها مكتب النورسات، اللي بمنتج واللي بيصور واللي بكتب وهيك، هالفسيفساء العيش العمل في النورسات مع الأستاذ محمد مع الأستاذ أشرف مع هيك التنغم كلياتنا. يعني بنحس عيلة نورسات بالأردن صارت، مش من نحكي عن نورسات للكنيسة الكاثوليكية ولا كنيسة الأرثوذكسية ولا المسيحية، هاي لا، عم نشتغل إسلام ومسيحية ونشتغل في النهاية أردنية. وحتى العمال الشباب الأصدقاء النورسات والعاملين فيها حتى من الجنسيات العربية المصرية العراقية مع الطاقم المصورين مع الكل. طب ما هاي خلية النحل، هاي الحياة، هاي حياة عم تعكس نفس الست أو الشاب اللي بيمسك الصبح بوقف قدام المرأة وبشوف إيش في شغلات بدي يزبطهم بدي يصلحهم بلبسته قبل ما يطلع. هاي النورسات عم تعمل هاي الرسالة في المملكة الأردنية الهاشمية.
في غياب كثير لوسائل الإعلام لنشاطاتنا وحياتنا. اليوم لما مجلس النواب شبابنا بالمجلس النواب بيحكوا إحنا بنشجع الرسالة وإحنا أي إشي بدنا نوصله لهناك. فهاي هي السلطات الأربعة اللي هي التنفيذية والتشريعية والقضائية والصحافية اللي عم مشتغل. من هون في اتحاد الكاثوليكي للصحافة. نعم. الفاتيكان في عنده دائرة كاملة مختصة بالصحافة. الإعلام والصحافة. بالضبط. نعم. لا نستطيع اليوم أن نغطي الشمس، لا نستطيع اليوم أن نضب حالنا ونقعد بعيدين عن هذا الصوت. اليوم هاي عم يشوف من أستراليا، من أمريكا، عم بسمع هالكلام. وإحنا في النهاية نقدم عمل إذاعي برسالة روحية، وإحنا ننقل يعني مش دائما دكتورة باسم بتحكي رأيها. يعني قبل شوي لما أنت قلتي بيحكوا هيك الناس، فإذا أنت لما بتحكي بيحكوا هيك الناس، من الصعب الربع مليون يطلعوا يحكوا، فدائما في حدا بيمثلهم. مثل ما في حدا بيمثلنا مجلس النواب، انت عم بتمثلي شريحه من المسيحيين بالاعلام. انت بتحكي عم بس تلفظي هذا اللفظ وتحكي بيحكوا هيك، يتكلمون هيك. اذا انت اليوم اصبحت باسمه السمعان تتكلم بموضوعيه، لان ما بتحكي خلاص هيك واحنا الصح هيك. اذا حكت باسمه السمعان على عبر الاثير من كل العالم، انا هيك حكيت، انا بهيك بتحكي، انا راي باسمه السمعان هيك، ولكن في راي مقابل عم تنقليه. اذا اصبحت اليوم مذيعه، ودائما بيستخدموا مصطلح البشاره، اللي هي ايش هي؟ الاعلام هي البشاره في النهايه. هل الوسائل الاعلاميه اللي كانت متوفره لديهم بتلك الفتره هي التي ساعدت كانت مستخدمين، صح ولا لا؟ نعم فعلا. حكيت كثير انا بس تحمست للفكرة. لا انا يعني جميل ما تحدثت في ابونا، لانه فعلا انت عم بتعيش معنا هون في النورسات، ولمست مثل ما تفضلت قلت لي هاي الخليه، خليه فعلا، هي خليه من جسد فيها معاني الوئام الديني اللي احنا بنحكي عنه ومنروح منغطي له مؤتمراته، لانه احنا عم نعيشه هون في النورسات. في عنا من ممنتجين، في عنا مصورين من إخوتنا المسلمين، في عنا من دول عربية زي ما أنت تفضلت، العراقي والمصري والسوري، وأيضا كمان إحنا هون في هالنورسات منضم هذه النخبة. فإحنا كل شيء عم نحكي ومننشره ومنبثه ومنغطي له من مؤتمرات دينية وثقافية واجتماعية، وأيضا كمان مشاركات بالسياسة إن كان بالانتخابات، نحن كلياته منجسدها كمان فيها هذه النورسات. لأنه إذا ما عشناها وما لمسناها ما بنقدر نحكي عنها في مصداقية. ففعلا يعني كلامنا نحن ممكن غير عن باقي بعض المحطات اللي أوقات بتتلبس لباس غير ما هي بتكون حقيقتها، لكن نحن هذا اللباس اللي بنتكلم فيه كل كلمة بتخرج من تمنا، أو كل كلمة بنكتبها ومنخطها في تقاريرنا، كلها عم نعيشها. نعم. فعم نحاول هون في نورسات، عم بقول لك هذيك اليوم أبونا واحد من الكهنة بيقول لي أنت عملتي نورسات هي محطة الأم. نورسات مثل ما بيعرفوا المعظم أنه هي لبنانية. نعم. إحنا منبث من لبنان، نحن هون مكتب منصور ومنعمل المونتاج، منخلصه كامل ومنبعته على بيروت على لبنان، اللي هي المحطة الأم اللي بتبث هناك عبر الفضائيات، لفضائيات نورسات، نور الشرق، نورسات، نور الشباب، نور مريم، أيوة، نور القداس، أيضا كل قدديسنا على نورسات. فإحنا كله هذا الشغل بيطلع لبرا لنورسات لبنان. نتمنى نحن أنه نكون هون تلفزيون نورسات خاص فينا، نورسات الأردن، نغطي فيه كل بكنائسنا، ببرامجنا، بجوقات الترانيم إلى آخره. نتمنى، لكن نحن من خلال هذا المكتب عملنا طابعنا الخاص في برنامج، ومشكورين نورسات لبنان إنها أعطتنا هذه المساحة على الهواء إنه نحط فيها برنامج صباحكم نور، برنامج تغريدات عائلية، برنامج عين على المشرق، الأداديس اللي بتطلع من كنائسنا الأردنية، مشاركاتنا في الحياة الاجتماعية أو السياسية، نقلنا الانتخابات، من ننقل رسائل جلالة الملك عبد الله في خطاباته الرسمية، وأيضا بما يتحدث عن الأراضي المقدسة والحضور المسيحي في البلد ودعمه لنا ودعمه للشعب دائما ودعم للمسيح
المسيحيين كله بأنحاء العالم، ورسالة المحبة والسلام اللي دائما بينشرها من خلال خطاباته، وأيضا الدعم الإنساني لما بتوجه جلالة الملك عبد الله يحكي في بمؤتمرات عن الـ 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 الاحتياجات الإنسانية والاحتياجات الثقافية أو حاجاتنا المتطلباتنا كشعب، هو بيطلبها للكل. نعم. ما بيطلبها لشعب ومستغني عن الثاني، لكن نحن مثل ما حكينا كمان حسب مقولة جلالة الملك حسين واللي عم بيمشي على خطى جلالة الملك عبد الله، إنه المسيحي في هذا البلد هو وجوده مهم جدا لتماسك المجتمع، لأنه هو جزء مهم كمان بهذا المجتمع، ونحن متساوين مع بعض في هذا البلد. فنور ساد بتحاول إنها من خلال مكتب الأردن، وأيضا هي رسالتها نابعة من رسالة الفضائية الأم في لبنان، هي رسالة المحبة والسلام والطلاقي، فنحن منجسدها كمان في الأردن بالشكل الأردني والكلام الأردني حتى والمنطق الأردني، ولا خدمة الأردن أولا. نعم. خدمة الإنسان الشعب الأردني وأيضا الشعب العربي، وإحنا عندنا كتير كمان أردني أبونا عايشين برا في أمريكا. نعم. وأستراليا مهاجرين طبعا. فكتير بينبسطوا لما بننقلهم قداس من كنيسة معينة بنصافوه من جراج مثلا، كانوا هم فيها بالضبط بالزرقة بالفحيص مثلا بمادة الله الكنيسة ربيت فيها. نعم. هاي الساحات ربيت فيهم، هاي الساحات لعبنا فيهم، بينبسطوا كتير يعني، بحسوا في تواصل يعني من خلال نورسات، بتحسوا تواصل المسيح اللي ببرا اللي بالغربة مع بلده وشعبه. فهي نورسات رسالة التقارب، تلاقي أني أتلاقى مع الآخر، أتقارب معه، أضلني قريب. ف لا دكتور بدنا نحكي كثير، لأنه تعثر الاتصال بالنائب عمر النبر على ما يبدو. عمر النبر تعثر. نعم. على كل إن احنا منحب كمان نصبح على كل الأشخاص اللي متابعينا هلأ على الصفحة واللي بعتوا لنا مسيجاتهم. رح نبلش من الأخير، أم فادي إيفون حتر الله يباركك دكتور هاي العياش ويبارك مسيرتك وبالتوفيق يا رب. هاي دعوات الوالدة يا دكتور. من أم فادي إيمان بهجة شرايحة، كلامكم جميل وممتع يسعد صباحكم. أمل السلمان يسعد روحك يا النائب الإنسان. ومي كمان حدادين أيضا مبروك للجميع وإلنا أمين. أمل السلمان تعطي رسالة للنائب عياش، مبروك النائب الدكتور عهي العياش، مبروك محبة الشعب إلك، وسمعت أنك محبوب في الزرقاء، يسوع يحماك آمين. فإيفون حتى ماجد النمري، رجعنا لنا ماجد النمري بتقول تسلم أبونا كلامك صح، بارك الله فيك أبونا. وللجميع اللي بنضموا لنا، ماجدة بتقولنا علينا أن نكون مثل يوحنا المعمدان صوت صارخ في البرية، عدوا طريق الرب، وأن نكون إيجابيين لأن الشخص المحب هو إيجابي سياسي بطبعه. فمنصب عليكم صباحكم نور ومنطلع فاصل. عدنا إليكم مشاهدينا ومتابعينا على الصفحة لنكمل حديثنا عن الحضور المسيحي في الحياة العامة، وأيضا أبونا يعني كمان أيضا عليه واجبات المؤمن المسيحي من خلال موضوع الطاعة، طاعته للقوانين وطاعته للتعليمات. كتير في تعليمات طلعت هلا، الدفاع الأول والثاني و 23 صار 23، فإحنا ملزمين بطاعة هذه الأوامر وهذه القوانين، ملزمين من حيث أنه أيضا واجبنا طاعة الأنظمة التعليمات. نعم. تخبرنا هذا الواجب من أين انبثق أيضا؟ نعم، الكتاب المقدس غني بالمراجع التي تحث المؤمن على طاعة القوانين والمسؤولين والدولة، ومش إشي جديد يعني لما بحكي الكتاب المقدس يعني بحكي العهد القديم والعهد الجديد. وبالعهد القديم سفر التعليمي أو السفر يعني المليان حكمة هو سفر يشوع بن سيراخ، فبالفصل 3 والعدد 1 بيحكي الصديقين وذريتهم أهل الطاعة والمحبة. نعم. يعني في ربط كمان قديس بطرس برسالته كمان بربط ما بين هذا الموضوعين، طاعة الحق
يعني الحق لما بنحكي الحق يعني اللي ما في حدا بيختلف عليه، لما بقول لك ليش الدستور ليش القانون؟ عشان يصير في حقائق، هاي القوانين أصبحت حقائق. زمان كانوا يحكوا عنها الأعراف يعني مش مكتوبة، يعني معروف إنه عاداتنا وتقاليدنا بالزواج وبالهذا والخال والعباية والهاي كلياتها هي يعني طاعة العرف يعني عاداتنا وتقاليدنا. كذلك الكتاب المقدس يوصي خصوصا مع القديس بولس وفي رسائله العديدة، أطيعوا حكامكم الذين يسهرون على أمنكم. فإحنا هذا هو العمل السياسي، هذا هو العمل السياسي، والتجاوب مع العمل السياسي هو في النهاية طاعة. وإحنا كرجال دين كمان في عنا هاي، وخصوصا الرهبان اللي لما بيلبسوا الثوب بنذروا العفة والطاعة. فهاي مفهوم الطاعة ولما بنربطها بالحق، يعني بدي أحكي مصطلح فلسفي شوي ندقق فيه، طاعة الحق أو حق الطاعة، طاعة الحق أو حق الطاعة، حق الطاعة. يعني إحنا في الإشي اللي ثابت، حتى الأساقفة مع كهنتهم والبطاوكة مع أساقفتهم والبابا مع الكوريا الرومانية بكامل تنظيماتها وإدارتها وعملها، كلها يخضع إلى مجموعة قوانين الكنائس اللي بتنظمها، سواء كانت الشرقية أو الغربية المعمول فيها، الشرقية المعمول فيها في بلادنا مجموعة قوانين الكنائس الشرقية كتاب كبير، الكتاب الدستور اللي بناخذ منه الكثير، المجمع الفاتيكاني الثاني، عندنا الكتاب المقدس غني. يعني الكتاب المقدس أما بنحكي إحنا تخيل آلاف السنين من الحضارات، من بداية قصة آدم وحواء لسفر الرؤيا، عم تحكي يعني عن الله الآب اللي تعامل مع هالبشرية كلياتها، بعدين بتعمل مع عمل الخلاص الفدائي اللي قام فيه يسوع المسيح، ولما بتحكي عن رؤيا يوحنا عم تحكي عن ما بعد، عن قيامة الكنيسة حتى اليوم، حتى اليوم مع القديس شربل، مع الناس العايشين القديسين اللي بكره راح يتطوبوا، زي ابونا توما، زي ابونا فلان، زي الاباء بالاجر اللي متواجد بالاردن، سواء في دبين او في معين او بكل الكنايسنا، هذا الغنى اللي موجود. في النهايه كله بده يمشي على الطاعه، طاعه هاي القوانين المنظمه للرهبانيه للكنيسه للمطرانيه، الى كله ما دام في قانون بيمشي عليه. في حال التغييب القانون هنا بصير الحروب وبتصير المشاكل، الفوضى. الفوضى هي يعني، وانا فايت حاطين اشي بالنورسات على الزجاج هيك زي حكم وزي فعجبت بالكلام اللي مكتوب هناك، وبحكي عن هذا المواضيع الفلسفيه شي يوم تحكي لهم اياهم زواد، بديش احرق هذا، قال خليهم يتشوقوا يسمعوهم أقوال حكمية وفلسفية. يعني قديش فيه الكلام عن الفقدان. المكتوب في عن الخسارة، إنه مش دائما كل فقدان هو خسارة. إحنا بنفكر إنه الألم إشي سلبي، يا الله الألم لما بفهموا الواحد بعمق اللي عمله يسوع المسيح، الألم اللي تألموا على الصليب، قديش أنا بألمي اليومي بحياتي، قديش أنا إذا بصبغه بعمده بعطيه الطابع آلام يسوع المسيح، قديش بيكون ألم مقدس. يعني حضرتك إلك تتألمي بالإدارة مثلا، مع الناس اللي بتتعامل معهم بهالمكتب، بس ألم مقدس. بعد 5 سنين بعد 6 سنين تتطلعي على أرض الواقع، على الإنجاز اللي تم بهالسروة الصبح وهالمراكضة، وخصوصا ما قبل زمن الفيروس كوفيد 19 هذا اللي شل العالم. كيف يعني احيانا توصلي بيتك متاخر، بتكون في صلاه قداس على 7 في ما بشربل، بعدين في شغله هذا التعب كله الم هذا، ولكن من قال ان كل الالم هو سلبي؟ في الم مقدس، الم ممجد. حكى يسوع المسيح السيد الحامل وهي بمخاض الانجاب عندها بتنسى كل الموت اللي شافته، موت حقيقه، بس تشوف الطفل انها جابته للحياه. شوف التشبيه يسوع مع احنه، ما هيك كيف في الخلق ربطه. يعني دائما يسوع بيعيد فينا الخلق، بيعيد فينا الحياه كله. في النهاية هي لما نرجع لأول كلمة حكيناها بالحلقة اليوم، السياسة هي تنظيم وإدارة
موارد الدولة ومؤسساتها، هذا في ألم بحد ذاته، السياسة فيها ألم بحد ذاتها. نعم. طب دكتور عياش بعيادته بمستقبل المرضى اللي عنده وهيك، طب ما هو هذا حساب وقته وحساب، خلينا نحكيها يعني، حتى يعني مكاسبه وشغله وعيلته، هاي بده يضحي هو من وقته، بده يسمع ناس كثير متألمه، بده يسمع ناس كثير بده يكون بالعزاء، بده يكون بالفرح، بده يكون بقب تحت القبة الصوت، طب هذا كله ببلاش، هذا كله مش تعب طبعا. مش ألم، ما في إشي بممارستنا بده يجي بدون ما ندفع ثمنه. يسوع دفع الثمن الدم، يسوع دفع الثمن بالدم. نعم. فالدم هو الألم. نعم. هي المقاربة ما بين حياتنا. نعم. فعلا أبونا، يعني اللي تفضلت فيه إنه نحن بحياتنا اليومية فيها ألم، لما هذا الألم ينتج عنه شيء حلو، يعني أنت عم بتقول هالتعب بتواصلنا وتغطياتنا وتركيدنا، ولا دائما عم بحكي إنه هو هذا التعب المحبوب. يا سلام، ما يعني عجبني التعبير. يعني فما بعتبره انه حتى كمان تعب، يعني بقولك انه هذا مو تعب، التعب الثاني، لكن هو التعب محبوب. يعني ما اجمل انسان لما بيشتغل وبيتعب فعلا جسديا وفكريا بموضوع او بعمل بيقوم فيه وبيخلصه وبنبسط بالنهايه، ان شاء الله ما يخلصوا، لا بدناش يخلصوا. فهو تعب محبوب، مثل الام اللي بتولد، يعني فترة المخاض والألم إلى آخره، وبيجي هالبيبي، فهو تعب محبوب. فإن شاء الله يا رب، أنا بتمنى أنه كل إنسان بتألم يكون ألمه محبوب وتعبه محبوب، وينم عنه انفراج، لأنه إحنا كمان بفترة كورونا وكل إنسان عم بيعاني بهاي الفترة، إن كان من الحجر، حتى لو مش مصاب من الحجر بالضبط، الحجر نفسيا والحضر، هذا كمان برضو كمان ألم، يعني عم نتألم على الواقع من الحياة اللي عم نعيشه. أنا عم بتألم على الجيل الجديد، الأطفال اللي خلقانين بهاي الظروف كمان، يعني عم بعيشوا برضو كمان زي العصافير، محبوسين محبوسين، يعني مقيد حريتهم بالحجر والحظر والكمامات. يعني هذيك اليوم بشوف ولد حاطط هالكمامة، عم بطلع بقول يا الله الجيل هذا الجديد على إيش وعي، يعني على يشوف الناس بالشوارع يتفرج عليهم حاطين كلهم كمامات كأنهم مش بشر، يعني زي ما احنا وعينا وتربينا وكبرنا في هذا المجتمع. كنا نعرف الخيل بنحط عليهم الجاه، هلا صار كمان يا أبونا مثلا تدخل على بيوت ناس أو ناس تجيك أو ضيف أو شي كذا، مش عارف بدك تسلم ما بدك تسلم، تستقبله ما بدك تستقبله، بصير يسألك يعني تستقبل حدا، يعني أنت إذا ما سلمت أنت يعني هذه خدمة أكبر عم تعملها أنك ما سلمت عليه. كنا بالزلمانات كيف بتدخل من دون سلام، يعني سلم السلام لله تعال، يعني يعني غير احنا باجتماعيا كمان البوس والعبط وال طبعا هذا تعبير عن، يعني تخيلي بالعزاء يكون يعني وما يسلم بالعزاء بيعمل هيك زي هيك. يعني انا كمان ابونا بتألم كتير لما بدخل ابوي وامي عشان مصلحتهم لان كبار بالعمر وهيك، ما بقدرش اسلم عليهم، يعني دائما كنت ابوس ايدين امي يعني وابوي واعبطهم وهيك لما باجي بشوفهم، هلا مش قادره اقرب كتير عليهم، يعني يدوب هيك او بالكوع، ابوي يقول لي بابا تعالي بده يعبطني مثلا او هيك، اقول له لا بابا معلش خليك على تباعد. فكتير مؤلم هذا الاشي اللي قاعدين عم نعيشه عن جد، يعني عم بيربي فينا شعور شوية هيك، ما بدنا نقول الجفا والجفاف رح يصير، ما بعرف الجيل الجديد كيف بيكون رح يعيش هذا الشيء، يعني الجديد اللي طالع هلا. نعم. انه بدخل صار ما يسلم يعني عم للمستقبل رح نقول انه هذا قلة احترام مثلا انك نعم ما سلمت وما اهتميت طبعا بالموجودين وتسلم عليهم واحد واحد، لانه هذا من ثقافة مجتمعاتنا طبعا. معنا اتصال من سعادة النائب رائد سميرات، يعني يسعد صباحك، صباحك نور سعادتك. صباح النور، احنا شاكرين كتير يعني تجاوبك للاتصال. صباح بلقاوي من صباحكم نور. بالعكس انا بتشرف بالشعب الاردني، بتشرف جلالة الملك ولي عهده الله يسعدك، وهي ثقة اللي اخذتها منحوني اياها ابناء محافظتي بكل اعتزاز وفخر بعتز فيها، وان شاء الله بكون قد الثقة وبخدمة الوطن وجلالة الملك. الله يقويك، الله يقويك سعادة النائب، والحمل الكبير، وإحنا
يعني بنترجى خير فيكم تا يوصل صوتنا ويستكمل القوانين الأحوال الشخصية اللي بعد في عليها آمال وعليها تطلعات إنصاف النساء. يعني في شغل شنتتكم مليانة. هو مش مشكلة بس قوانين الأحوال الشخصية، في شيء أهم. نعم، في شيء إنك تطور المنظومة الاقتصادية الأردنية، هذا أهم من أي شيء كان. نعم أكيد. أو بتطوير المنظومة الاقتصادية الأردنية بتقضي على البطالة، ترفد الميزانية الأردنية بعملة صعبة اللي تستمر بالحركة الاقتصادية وبتتطور، كان بنية تحتية ولا وظيفية ولا تخفيض ضرائب، تخفيض فوائد، بالإضافة إلى أن الدولة، أي دولة من الدول اللي بتكون دول شبه نامية أو نامية، أي دولة لازم بهذه الدول حتى أنها تنمي اقتصادها لازم تعالج الضريبة، مش ضريبة الدخل، الضرائب الإضافية، ضريبة المبيعات والأخرى. لأن قطاع السياحة مهم، هذا حاطينه بالاعتبار. قطاع السياحة مفروض إحنا الدولة من أغنى الدول بالأثار. نعم صحيح. وبالمواقع السياحية الطبيعية الخلابة، هاي كمان بتاعت نظر بالقوانين والأنظمة والخدمات والبنية التحتية، خاصة السياحة تفتقر بنية تحتية ضعيفة جدا، خاصة بالتنقل من منطقة لمنطقة ما في مرافق خدمات، ما في أي نعم صحيح. أي نوع من إنه السائح إنه يتوفر له وصل وسائل الراحة أو نسميها الوسائل اللوجستية للوصول للموقع من موقع إلى موقع. كذلك المهم والأهم من كل شيء، وإحنا الدولة واقعين على مستوى زراعي عالي، ومستوى زراعي بيدوم 12 شهر هو حدود وادي الأردن أو وادي الأردن. نعم. هاي كمان إعادة النظر بقوانينها وبخدماتها، لأنه إحنا الدولة الوحيدة اللي بننتج بأقل التكلفة خلال السنة كاملة نتيجة للمناخ المتنوع بالأردن. قوانين خاصة قوانين سلطة وادي الأردن ما بتساعد على أن يكون عندك اقتصاد زراعي، إحنا لسه ما عندنا اقتصاد زراعي بسبب القوانين هاي، كمان بدها إعادة نظر ومنظومة جديدة بحيث أنه تشجع الشركات الأردنية من جنسية أردنية، ولن نرضى إلا من جنسية الأردنية بتملك العقارات والأراضي كي تقوم بالإنتاج الزراعي حسب ما جاء بخطابات وإرشادات جلالة الملك حفظه الله، بأن احنا زراعة حديثة، زراعة تقنية، زراعة نوعية. في ظل القوانين هاي ما في لا زراعة حديثة ولا تقنية ولا نوعية. كذلك احنا عندنا الطاقة، احنا من صح انه انا مش مجالي علمي لكن الإنسان بتثقف. نعم طبعا. كطاقة بديلة من أفضل الدول بالعالم ننتج طاقة بديلة نتيجة لوضع المناخ الموجود بالأردن. المناخ مش بس مي وهواء، كذلك شمس. شمس نعم. طريقة حركة لأنه الطاقة إحنا بنعرف تغذى من الطبيعة، وخاصة العالم كلها اللي قاعد تحول الطاقة البديلة، الطاقة التقليدية اللي هي البترول أو ما بسموه البترول الأسود، الذهب الأسود. نعم. بلش يتلاشى وصار انخفاض فيه، وما في جدوى إنه هلا نبحث عنه أصلاً بالأردن. نعم صحيح. أو نعطيه اهتمام أكثر، بالعكس لازم إحنا نعدل القوانين نعطي الاهتمام بالطاقة البديلة. نعم. وبتطورها وزيادتها. نعم. وبتسهيلات أفضل. نعم سعادة النائب رائد سميرات، اليوم الملف الصحي كمان على أولوية الدولة الأردنية، على أولوية حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والصحافة. يعني اليوم الوضع كمان، يعني بنحب نسأل ونستفسر، يعني قبل قليل كمان سألنا سعادة النائب الدكتور هاي العياش عن نفس الموضوع، يعني بعد ما في رؤية واضحة كيف راح يكون الجلسة الافتتاحية في مجلس الأمة؟ هلا احنا مراحل تأسيسية أول شيء. نعم. كيف مراحل تأسيسية؟ هلا احنا قاعدين نتناقش، احنا بلشنا نتناقش احنا وزملائنا النواب بتشكيل كتل، وانت ما بتنجح الا من ضمن كتلة اكيد اللي تطرح افكارك
وتسلي ما تنجح إذا ما بتتعدى العشر أشخاص. إحنا حتى اليوم عندنا اجتماع بلشنا بمجموعة إحنا النواب نعمل اجتماعات، واليوم عندنا اجتماع لأول اجتماع عندنا لانطلاق نواب كتلة إن شاء الله. إن شاء الله. أما بالنسبة للمنظومة الصحية، المنظومة الصحية يجب إعادة النظر فيها كاملة. نعم. وإعطاء موعد لتنفيذها. مش والله إحنا بدنا نحول الشعب الأردني ونأمن الصحي وهان ميت إمتى؟ المشكلة نوابنا السابقين مع احترام لهم والحكومات الموجودة والسابقة ما بتعطي، مفروض أنا لما أعمل برنامج تعطيني وقت أخي لتنفذه. نعم. من هون راح نحول مساعدتنا الوقت. نعم. امتى انت رايح انجاز نفذ برنامجك هذا؟ العالم كله بيمشي على خطط خمسيه عشريه كذا، بيعطيك اقتصاديا انا بحكي. نعم صحيح. بيعطيك مش راح نفذه باليوم. نعم. واحنا لحد الان بينزل علينا برنامج الحكومه على الورق حلو، على التنفيذ صعب. هو الانجاز الحكم الفاصل هو الانجاز. يعني ملفات جدا غنية، ملفات شائكة مترامية من السنوات السابقة. نعم، ملفات غنية وشائكة أمامكم. والله يعني أنا نتمنى لكم يا رب كل التوفيق. يعني الله يسعدك، وأنا آسف أني أزعجناك وأزعجنا الجمهور، بس لا إن شاء الله. لا بالعكس، حابين يسمعوك الناس ويباركوا لك، وإحنا بنمثلهم. بالعكس، إحنا منبارك لك، وإنت عارف نور سات يعني صوتكم وصوت الشعب المؤمن كمان عم ببارك لك هيهم في التعليقات، وأيضا كمان ببارك رسالتك وأيضا جمهورك اللي بحبك واللي دعمك واللي ساندك وأعطاك أصواتهم، كمان بينتظروا ماذا ستقدمون في مجلس النواب. لكن أيضا كمان لا تهملوا الملف المسيحي، كونكم أنتوا كمان بتمثلوا المقعد المسيحي في المجلس، وأيضا أنتوا نواب وطن. فربنا يقويكم، ورح نكون دائما على تواصل إن شاء الله. بس معلش كلمتين. نعم تفضل. طبعا احنا كنا بالأردن نختلف عن أي دولة بالعالم. نعم. احنا مش تعايش مشترك، احنا شعب واحد. نعم أكيد. ولدنا من أب واحد، من نعم. من أساسا من سيدنا إبراهيم عليه السلام. نعم. واستمرينا بالأردن وأرض العرب السلام. الأهم شيء راح يكون بملفنا احنا، أنا يعني كمسيحية. نعم. كما يخص إخواننا المسلمين اللي بنرجو لهم كل احترام. نعم. وتقدير. نعم. معالجة الشوائب اللي تعوق الأسرة المسيحية داخل الأردن، بخصوص الكنائس وخدمات الكنائس. حلو. أما جميل. بخصوص الدولة كعامة لهم حقوق وواجبات زي أي أردني كان، بيقضوا بموجب القانون. نعم. الساري، وإذا في ظلم عليهم بيكون في ظلم على الشعب الأردني كله، بيتعدل بيتساوى الشعب الأردني. حلو. أما هذا بخصوص الديانة، بخصوص مسائل الدين، بخصوص مسائل الكنائس، فنقوم أو سأنا أقوم شخصي بمساعدة إخواني من النواب المسيحيين بالاجتماع مع العائلة المسيحية الأردنية. نعم. وأسمع منها توجهاتها. نعم. برافو حلو. ومتابعتها مع المجمع الكنسي بالأردن، وإذا كانت طائفة معينة عندها مشكلة نلتقي مع هذا مع رؤساء هذه الطائفة لحل هذه المشكلة. حلو، ضروري جدا. وأنا مثل ما وأنا جاهز، وعن طريقكم بأي وقت تستدعوني أنا جاهز. حلو. الله يسعدك. بأي وقت في اجتماع أنا موجود. أكيد. إحنا كمان على الأساقفة عندنا اتصالنا طبعاً، وهن بعتوا رسائل تهنئة لإلكم، خبرونا أنه راح يكونوا يرتبوا لقاء مجلس الكنائس، رؤساء الكنائس مع النواب المسيحيين للحديث مع بعض وتداول الهموم والمباركة قبل الهموم. وبعدين لا تنسي أنه جلالة الملك مهتم بالمواقع الأثرية المسيحية بالأردن. أكيد. متساوية مع المواقع الأثرية الإسلامية بالأردن. نعم. وجلالة الملك معطي اهتمام للشعب الأردني بمستوى واحد،
بجميع فئاتهم وطوائفهم ودياناتهم. حلو. وهذا إشي بشرفنا لأنه غير مجتمع زي باقي الدول. حلو. باقي الدول أنتم الخدمة للطوائف للأديان سياسية. بالأردن نعم. ما في انتخابات رئاسة جمهورية أو كذا لتكون سياسية، وأنا ما نابعة من القلب. نعم. الهاشميين دائما تصرفاتهم نابعة من القلب والعقل. حلو، ويعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. آمين. كل التوفيق والشكر لإلك، وإن شاء الله منضل على تواصل. وصباحك نور سعادتك. الله. صباحك مبروك. شكرا. ألف مبروك. نعم، يعني ملفات وقضايا وأمور كثيرة عليهم النواب، كنواب وطن، وأيضا كمان لا نغفل وننسى الملف المسيحي واحتياجات كنائسنا. يعني احنا اللي طالبين كمان من نوابنا، فلهم جميعا كل الاحترام وكل محبتنا وكمان مساندتنا ووقوفنا معهم بأي خدمة وأي مهم بنقدر نقدم لهم. فنحن الآن تواصلنا مع سعادة النائب عمر النبر، تأخر هو قليلا عن الخط لكن هو في ظرف صحي، لكن نتمنى له السلامة له ولعائلته. سعادتك صباحك نور. الله يطبحك بالخير. صباح الخير. طمنا. لا كله تمام الحمد لله. راحت هيك بالبداية بنقول لك ألف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. مبروك إلنا كلنا. الله يحميك سعادة النائب. صباحك نور حبيبي. مبسوطين مبسوطين فيك. احنا المبسوطين، انا المبسوط، وان شاء الله الله يقدرنا على حمل هالمسؤولية وهالحم الناس بقدر الامكان البني ادم ممكن يحمله. يعني فعلا سعادتك، احنا في الحديث مع بعض النواب مثل النائب دكتور عياش وعن الزرقاء والدكتور وسعادة النائب رائد سميرات عن البلقة أو الفحيص، وحضرتك تحدثوا عن الملفات التي في جعبة النواب كنواب وطن، وأيضا تحدث عن الملفات أيضا اللي تخص في الكنيسة، كنيسة الأردن المسيحية، وكونكم أنتم عن المقاعد المسيحية. فأيضا فماذا يعني إيش أهم الأشياء راح تركز عليها كنائب وطن في المجلس وأيضا كنائب مسيحي على المقعد المسيحي؟ أول شيء نتمنى أنه إعادة الثقة بمجلس النواب، لأنه نوعا ما في عدم ثقة بين مجلس النواب والشعب. صحيح. تراكمت عبر السنين يعني. نعم. فأول شيء الواحد نتمنى أنه يرجع فيه تواصل بين النواب والشعب، والنواب تشتغل كامل المصلحة العامة. يعني من أهم الأمور اللي ببياننا، يعني إن شاء الله نتمكن أن نحصل جزء منها. نعم. اللي هي يعني بيعكس كلام حضرتك. نعم، بيعكس كلام حضرتك انه نعم. من 130 نائب في عنا 100 نائب جديد. نعم. فهذا بيعكس نعم. انه يعني التجديد، وان شاء الله يطلع من 100 رئيس مجلس النواب، بدناش يطلع من 30. ان شاء الله ان شاء الله. الملامح لسه مش مبينه، لكن مين ما يطلع المهم يكون يشتغل لصالح الصالح العام. نعم. يعني من بدايه من ملف الاقتصاد اللي هو اهم ملف. نعم. واللي هو سبب في الهجرة، سبب رئيسي في هجرة فعلا. العقول والخبرات. نعم. وهذا إشي محزن. يعني نتمنى إنه ملف الاقتصادي والاستثمار يكون له أولوية للنواب الرابحين، من قانون ضريبة الدخل وقانون الاستثمار الجديد وعدة قوانين تابعة لمجال الاقتصاد والاستثمار. نعم. يعني قانون الانتخاب كمان ممكن يكون أقل تعقيد من هذا القانون، أعتقد لازم ينبحث في خلال هذه الأربع سنوات. وعدة مواضيع أخرى من اللامركزية والبلديات والصحة والتعليم والمرأة، هاي أمور. وقانون العقوبات اللي بعد شفنا هالكم من جريمة اللي البشعة البشعات. نعم. فأعتقد قانون العقوبات على اللي بعيدوا الجريمة يكون رادع وقاسي بحقه يعني. نعم. هذه الأمور اللي نتمنى أنه خلال هالفترة اللي جاي تبحث وتعاد صيغة بعض القوانين فيها،
ونتمنى انه راح نوعد الكل انه راح نعمل قدر الامكان باللي بيصير اتفاق عليه بين بين الكتل وبين بين النواب الحاليين انه ننجز الجزء الاكبر منها اذا الله اراد. ان الله اراد. وبالنسبه للملف المسيحي فهل هناك مواضيع محدده ولا راح تتحدد في لقائكم مع رؤساء مجلس الكنائس في الأردن للتبادل الأمور التي بحاجة إلى بحث تحت ضبط البرلمان؟ في عدة مواضيع، في مواضيع صغيرة في مواضيع كبيرة. المواضيع الكبيرة هي نفس المواضيع اللي لها دخل في واللي هي الهجرة. نعم. للأسف إنه في عدة عوائل عمالها يعني إذا ما فكرت بالهجرة فكرت بجواز آخر أو فكرت تترك. نعم. أو فكرت لسبب ما، وهذا بهمنا إنه نظل التواجد المسيحي في هذه البلد لأنه إحنا جزء من هذا المجتمع وجزء من هذه البلد ولازم نثبت الوجود المسيحيين لأنه للأسف إنه صار في جزء كبير عايش برا الأردن يمكن. نعم. بديش أحددها بنسبة مش دقيقة، نسبة كبيرة. نعم نعم هاي الصورة الكبيرة. نعم. أما الصورة الصغيرة في عدة أمور مع ستبحث مع مجلس الكنائس. نعم. يعني قوانين الأحوال الشخصية، قانون الأحوال الشخصية، حقوق. نعم. المرأة المسيحية 100% هذا. نعم. لازم يكون في توافق عام، وإحنا نتمنى إنه كمان هذا قانون عصري، نتمنى إنه إن شاء الله يبحث وينطرح في يعني بعد فترة مع المجلس الكنائس. نعم إن شاء الله. الله يقويكم. الله يخليكم سعادتك وشكرا لكم. شكرا ويوفقكم في مسيرتكم، ونحن على استعداد لأي شيء كمان. إحنا كمان يعني رح نبقى على تواصل، وأيضا إن شاء الله تواصلنا دائم. وشكرا لكم للدعم على المقيمين هذا البرنامج الرائع. الله يسعدك يا ربي. شكرا لك وكل التوفيق. شكرا جزيلا. صباحك نور. صباحك نور. هلا صبحكم. الله معك. يعني حصلنا كل تقريبا وتجاوزنا الوقت وتجاوزنا الوقت، لكن كان جميل الحديث مع نوابنا اللي احنا بنحترم فيهم التفاؤل والإيجابية وهالمحبة وهالطيبة كمان أيضا. طبعا المهام صعبة، مش رح نقول سهلة، لا ربنا يسهلها لإلهم ويقدروا يحققوا يعني ما وعدوا الناس فيه. ومن أبونا إحنا طبعا من حي كل اللي انضموا لإلنا في البرنامج، وأيضا تعليقات اللي كمان نثني عليها واللي بتتمنى كل الخير لنوابنا. رح يكون طبعا هذا البرنامج المسجل هلا مباشر، لكن ده رح يبقى على صفحتنا للمزيد من المتابعة. يمكن اللي كلام بحب من النواب تنزلوه بالنشرة. نعم راح ننزلوه طبعا في النشرة موعدها، وكل نائب راح يتقطع المقابلة تبعته بشكل منفصل كعادتنا بهذا البرنامج. دكتورة 7:30 بتكون الجمعة النشرة إن شاء الله. 7:30 نشرة الأخبار يوم الجمعة، وأيضا عندنا الجمعة كل صباح جمعة الساعة 7 الصبح قداس. نعم. من جميل. الأردن منقول يعني هذا كمان خصصة الفضائية نورسات، وأيضا يعاد على نور القداس، فلأنه نور القداس فيه قداديس 24 ساعة، فعلى طول اللي حابب يحضر قداس بأي وقت بيقدر إنه يفتح نور القداس. جميل جدا، هاي رسالة عظيمة. فالله يبارك رسالة نورسات كمان. نحن مع هالنواب رح نضلنا على تواصل في أي حاجة لإلنا كمان، وإلهم كمان رسائلهم رح نبثها عن طريق النورسات من خلال تقاريرنا. نتمنى الخير للجميع أبونا، ومنقول صباحكم نور بما تبقى من الوقت. وأيضا البركة الختامية تعطينا. نعم. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس مع جميعكم. اذهبوا بسلام. آمين يا رب. شكرا لكم وإلى اللقاء.